سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آل رسول الله. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وهيئ لنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا حسن الوفاء بالدعاء لأهل الوفاء. اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان وأمده منك بالعفو والغفران. اللهم املأ قبره نورا من نورك واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. اللهم ارحم شيخا أحبنا وأحببنا. اللهم ارحم شيخا في القلوب أسكننا. اللهم ارحم شيخا أطعم الطعام وأطاب الكلام ووصل الأرحام وأسعد الفقراء والأيتام وزاد في البر والإكرام ودعا للتسامح والسلام والوئام وشكر لك الفضل والإنعام وأحبك وأحب نبيك عليه الصلاة والسلام. يا عليم يا علام زده فوق المقام مقام وأدخله دارك دار السلام فإنك أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. اللهم كما أكرمتنا به وباركت لنا فيه فبارك في بنيه وذويه ووطنه ومواطنيه. اللهم إن لأبينا أعوانا أحبوه وأخلصوا له وأطاعوه
اللهم ارحم من مات منهم، اللهم بارك في من بقي منهم، اللهم أعنا على بر أبينا ببرهم وإكرامهم والإحسان إليهم، واجزهم جميعا عن إمارات الخير بكل خير. إلهنا إلهنا نتوسل إليك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا خليفة ابن زايد، اللهم أره منا حسن السمع والطاعة ولزوم الجماعة، اللهم بارك لنا فيه وفي نائبه وولي عهده وحكام الإمارات، اللهم وفقهم بهداك لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وكلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا على النار، حرمنا على النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم صل على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وسلم تسليما كثيرا.